يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة، وكان عندها حساب مالي في البنك. امرأة لم تكن تعرف أحكام الزكاة، نعم، وكان عندها حساب في البنك فيه مال ولم تزكه، يعني وديعة. نعم، وديعة في البنك. نعم، السؤال: هل يجب عليها أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية التي لم تزكها؟ بلا شك، الزكاة باقية في ذمتها عن جميع السنوات. نعم.